بالرغم من انها كانت عارفه انه عصبي جدا، الا انها وافقت تتجوزه لان كان في بينهم موده ورحمه وشعور جميل لازم يتوج في الاطار الشرعي بالزواج. لكن يوم ما حصلت الخناقه بينهم بسبب الخادم ده، كان لازم هي تتصرف التصرف الصح وتحافظ على بيتها. ايه سبب الخناقه وايه اللي حصل وايه التصرف الصح العبقري اللي هي عملته؟ خليكم معانا مع احمد مصطفى وقناتكم نفسك، اوعوا تروحوا في اي حته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي الكرام، لقاء متجدد مع حضراتكم. النهارده هتكلم في قصة عن بيوتنا، بيوت المسلمين اللي نتمنى يا رب تكون دايما عمار. قصتنا النهارده مع قصة امرأة تقدم إليها رجل، وكان هذا الرجل أخلاقه طيبة وكان يعني يصلح زوج كويس، لكن كانت عنده مشكلة وهي إنه عصبي جدا. ففي يوم وهم قاعدين في البيت بعد ما اتزوجته ومشيت الحياة بينهم، فوجئت بإن أحد الخدم بيبكي وزعلان. فراحت إليه قالت له: مالك أنت بتبكي ليه؟ إيه المشكلة؟ قال لها: سيدي أمر بأن يعني أستقيل وأترك العمل لأن أنا كنت شايل إناء زجاجي وتعثرت ووقعت وكسرته. فقالت له: عادي بتحصل، كلنا بيحصل فينا كده، وكلنا ممكن يقع من إيدنا حاجات غالية وممكن يحصل الكلام ده مع أي حد، مش قضية. قال لها: لكن سيدي لم يقبل هذا الأمر وزعل مني جدا وزعق لي وعمل مشكلة كبيرة جدا، وبالتالي أنا لازم أمشي. فقالت له: طيب تعالى. راحت لزوجها قالت له: انت بس زعلان ليه ومتعصب ليه؟ ايه اللي حصل؟ قال لها: انت ما تعرفيش الزجاج او الاناء الزجاج اللي وقعه ده بالنسبه لي ايه؟ ده اناء غالي جدا وعزيز عليا جدا، وانا اشتريته من مكان ومش هعرف اروح المكان ده تاني ومش هعرف اجيبه، وهو مهمل وهو كذا. قالت له: يعني هو كان قصده يكسره؟ هو وهو ماشي بيلمعه بينظفه فبينقله من مكان لمكان او بياخده عشان يعمل فيه حاجه، وقع منه اتكسر، عادي بتحصل، يعني مسألة واردة. قال لها: بصي الإناء اتكسر ولازم نتيجة خطأه ده يتعاقب عليه ويمشي، أنا مش عاوزه. قالت له: طب عشان خاطري، طب قول لي أعمل إيه وهو يقعد ونعتبر إن دي غلطة، اخصم ثمنه حتى من راتبه. قال لها: بصي مستحيل، ولو اتكلمت كتير هقول لك امشي أنت كمان، عايزاه يقعد؟ طب امشي أنت بقى وهو يقعد. قالت له: هو ده ردك؟ قال لها: أيوه، عايزاه يقعد امشي أنت. قالت له: خلاص أنا همشي. قال لها: وقبل ما تمشي عشان تعرفي ان انا بمشيكي بلا رجعه، خدي اهم حاجه عندك هنا واغلى حاجه عندك هنا في البيت، خديها معاكي عشان ما يبقاش في اي مبرر ترجعي. قالت له: حاضر، انا النهارده بالليل هجهز حاجتي وهمشي، بس بعد اذنك انا هعمل لك كوبايه ليمون بس اشربها وبعد كده مش هتكلم معاك تاني. دخلت عملت له كوبايه ليمون وحضرت حاجتها، وفعلا بالليل جت عربيه خدتها وخدت حاجتها وخدت معاها شوال كبير ما نعرفش فيه ايه، وراحت بيتها عند اهلها. تاني يوم الصباح صحي جوزها بيبص لقى نفسه مش في البيت. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ انا فين؟ انا مين؟ ايه اللي جرى؟ بص لقاها جنبه في سرير في بيت اهلها. فقال لها: ايه ده؟ انت عملت ايه؟ انا مش قلت لك اخرجي واعملي، انت جبتيني هنا ليه؟ انت عملت كده ليه؟ قالت له: مش انت قلت لي اخرجي لو عايز الخادم ده يستنى، يبقى انت اللي هتمشي، بس قبل ما تمشي خدي اغلى حاجه عندك، مش انت قلت لي كده؟ قال لها: ايوه. قالت له: وانت اغلى حاجه عندي، مفيش عندي اغلى منك. لما قلت لي خدي اغلى حاجه عندي ما فكرتش كتير، ولذلك قلت لك هعمل لك ليمون حطيت لك فيه منوم، اول ما نمت اتفقت انا والخادم ده ان احنا نشيلك ونوديك، وابقى سمعت كلامك برضه ونفذت اوامرك بالرغم من انها زعلتني، وجبتك هنا البيت وسبتك لحد ما صحيت عشان تلاقي نفسك اغلى حاجه عندي وتعرف ان انت اغلى حاجه عندي. حس زوجها ساعتها قد ايه انه كان صغير في تصرفه وقد ايه انه تسرع وما كانش لازم يعمل كده ابدا، وحس باهميه زوجته، وحس ان لازم عصبيته دي تخف شويه، وحس ان هو لازم ياخد على الاقل قدوه من حبيبنا صلى الله عليه واله وسلم اللي كان بيحل المشكلات بحلول عبقريه. هختم كلامي معاكم بحديث جميل قوي قوي للنبي صلى الله عليه وسلم، امنا عائشه رضي الله عنها بترويه لنا حديث في صحيح مسلم. تقول: ارسلت زوجات النبي صلى الله عليه واله وسلم ابنته فاطمه اليه، وكان في مرتي يعني في لحافي الليله بتاعتي، فهو عندي وقاعدين مع بعض، فاستاذنت فدخلت، فقالت: يا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، في بعض الروايات: وكانت تمشي لا تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السيدة فاطمة تمشي كما يمشي الرجل
لا في دلع ولا في مياصة ولا في الكلام اللي بنشوفه دلوقتي في كل مكان، وإلى الله المشتكى. لكن خلينا نعدي النقطة دي. تأتي فاطمة رضي الله عنها فتدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتقول: يا رسول الله، إن زوجاتك يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة. إيه القصة؟ كان الناس لعلمهم بحب النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة، فكانوا بيتعهدوا الهدايا يبعتوها على بيت السيدة عائشة في الليلة اللي النبي صلى الله عليه وسلم هيروح لها هناك، فكان لما يروح عندها يبقى الخير كتير قوي. باقي الزوجات ما كانش بيبقى بنفس الطريقة. هل دي مشكلة السيدة عائشة؟ هل دي النبي صلى الله عليه وسلم يعمل فيها حاجة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جت فاطمة بتقول له كده كان هدفها يعني ايه؟ خلي الصحابة يبعتوا لنا احنا كمان، مش لازم بس عند السيدة عائشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها وقال: أي بنية، يعني يا بنيتي، أتحبينني؟ هو ده سؤال؟ ده احنا يا رسول الله فداك يعني أموالنا وأهلينا وأبنائنا وأزواجنا والناس أجمعين، فداك كل شيء يا رسول الله. قال: يا فاطمة، أتحبينني؟ قالت: بلى يا رسول الله. قال: فأحبي هذه. خلاص انتهى الموضوع، كلمة ونص. هي الست قالت له: أنت أغلى حاجة عندي. كلمة ونص. النبي صلى الله عليه وسلم وله كل جوامع الكلم أوتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمفيش مقارنة طبعا ومفيش نقاش. أنا بس حبيت أحكي القصة الجميلة دي. أتحبينني؟ فأحبي هذه. بس اللي مزعل مراته عشان حماته، واللي مزعل جوزها عشان مامته، واللي مامته مزعله مش عارف خالته، واللي ايه، مش انت بتحبيني؟ حبي امي. مش انت بتحبيني؟ حب امي وابويا. حب حماك وحماتك عشان هم اللي جابوا لك مراتك. حبي حماكي وحماتك عشان هم اللي جابوا لك جوزك. منتهى البساطه، اتحبينني؟ فاحبي هذه. فترجع السيده فاطمه وتقول لهم: والله لا اراجعه فيها ابدا، مش هتكلم في الموضوع ده معاه تاني. الموضوع خلصان. خلصان يا جماعه، كلمه طيبه تمتص غضب زوجك، تحل مشاكل كتير قوي. كلمة بسيطة خالص، هي لما عرفته بالفعل والقول ان هو اغلى حاجة عندها حلت ازمة كبيرة جدا. رجعت الخاتم ورجعته لقلبها تاني ورجعته للمسار الصحيح وعدلت الخطأ اللي فيه، ومش اي حد يعمل كده. اسأل الله العظيم رب العرش الكريم ان يهبنا جميعا فطنة وحنكة وذكاء، ويعني عايز أقول الست مش طبيعية بصراحة، يعني هذه المرأة لتكون نساءنا جميعا كما كانت هذه المرأة، وليكون رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله لعائشة يعني خطا مرسوما لنا نمشي عليه: أتحبينني؟ فأحب هذه. أتمنى تكون الرسالة وصلت ودخلت قلوبكم، أتمنى تكون وجدت صدى عندنا، ونجعل هذا الكلام نبراس نمشي عليه، نور كده ينور لنا في الطريق. أترككم في رعاية الله وأمنه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.